صباح الخير أحمد، صباح الخير لارا، صباح الخير أحبتي المشاهدين. فقرة مانشيت كالمعتاد بصحفية المحلية والعربية والعالمية بعد هذا الفاصل. عودة مرة أخرى أحبتي المشاهدين وفقرة مانشيت كالمعتاد من محليات اليوم. سنبدأ من ملحق الرياضي لصحيفة المدى. ميدالية صفاء وسلوان، ميدالية لصفاء وسلوان لن تنقذ الأولمبية من الغليان. جاكرتا تفضح وهل الرياضة العراقية وتكاسل مسؤولياتها وضياع أموالها. وخطاب حمودي عاطفي. وتقنين الميزانية ضرورة حكومية. الاتحادات الغائبة تكلف الدولة 11 مليار ونصف سنويا. الطلبة يستنجد بخبرة علوان لإعادة أمجاد في كرة الممتاز. وأيضا لجنة التراخيص الكرة تعلن عن مواعيد زياراتها للأندية. نبقى مع الملاحق المحلية ومن صحيفة المدى إلى صحيفة الدستور. سلوان يخطف الفضة من أقوياء آسيا. الإعداد الأسود يربك حسابات الأندية. القوة الجوية تحدى اتحاد العاصمة الجزائري. وأيضا صفاء هادي يقرر البقاء مع النوارس. لاعبو منتخب الناشئين تحت مشرط التدقيق. ومن الصحافة المحلية إلى الصحافة العربية ونبدأ من الخليج وتحديدا مع الصحف القطرية. البداية ستكون مع الوطن القطرية. إبداع حتى الإشباع. الزعيم يحقق انتصارا مهما على الاستقلال بثلاثية والقادم أهم. وفي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا الدحيل جاهز لإسقاط فيروز الإيراني. وكذلك الشاطئية على موعد مع ذهبية تاريخية. أدعم اليد يطيح بالكوري وأتأهل للنادي. ليس ببعيد وقريبا من الصحافة القطرية إلى استاد الدوحة. أصفر ذهب. السد يقلب الطاولة على الاستقلال طهران الإيراني ويفوز عليه بثلاثية أهداف. وأيضا فيريرا أشكر اللاعبين ولم نتأهل بعد. الدحيل يطمح للفوز مهم للاقتراب من الدور الرابع. أيضا مع الصحافة الخليجية لكن هذه المرة إلى الإمارات واخترنا لكم من صحيفة البيان. عبر كوريا الشمالية واقترب من الميدالية. الأولمبي الإماراتي إلى المربع الذهبي في الأسياد. وقميص شباب الأهلي دبي بلا نجوم. الجزيرة يتفوق على الظفرة في ودية مغلقة. تغريدة عموري تغضب جماهير العين. وأيضا العكايشي يقترب من الصقور.
مستمرون معكم أحبة المشاهدين في الصحافة والمانشيت لهذا اليوم، ونذهب إلى مانشيتات الأوروبية، البداية من إسبانيا وصحيفة سبورت. باريس سان جيرمان ينتظر قرار رابيو. أشارت السبورت الكتالونية إلى انتظار باريس سان جيرمان لموقف رابيو من التجديد قبل يوم الجمعة المقبل، آخر أيام فترة الانتقالات، حيث أنه حال لم يجدد فلربما يطرحه للبايع في الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات، خاصة وأن برشلونة يرغب في التعاقد معه. هذا ما منتظر أن يكون غدا الأربعاء هو اليوم الحاسم في كشف رابيو عن قراره، حيث سيحاول اختيار القرار الأفضل والذي سيحقق له الفائدة الأكبر فيما هو قادم للاعب بالمستقبل القريب. وأيضا في صحيفة إسبانية أخرى، هذه المرة مع الإكليب، مع ماركا، هل يعود مارينيو للريال؟ تدور التساؤلات بصورة كبيرة حول إمكانية عودة ماريانو دياز للريال مدريد في ظل الأخبار التي أثيرت منذ أمس الاثنين واستمرت لليوم حول رغبة البلانكو في استعادته، فبعد أن كان هناك عرضا من أشبيليا بالتعاقد مع ماريانو مقابل 40 مليون يورو، تواردت التقارير حول مهاتفة من ريال النادي الأندلسي لأخباره بنيته في استعادة اللاعب، حيث سيحصل على الصفقة بأقل من 25 مليون يورو. هذا لا يوجد الآن سوى خيارين أمام عودة اللاعب للريال، خاصة مع ترحيبه السابق بالأمر أو حصول البلانكو على 35% من قيمة بيعه لإشبيليا كما هو متفق عليه في عقده مع ليون. فهل يعود ماريانو لريال مدريد؟ وهذه المرة إلى الصحافة الفرنسية وصحيفة ليكيب. باي باي وداعا بوردو. سلطت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الثلاثاء الضوء على موضوعات عديدة تخص سوق الانتقالات اللاعبين وكذلك المدربين، وعنونت صحيفة ليكيب الغلافها باي باي وداعا بوردو، في إشارة إلى فشل مفاوضات النادي مع المدرب الشاب تيري هنري. وفي الأعلى إضافة لوكاس يحرج مورينيو، تعبيرا عن تألق لاعب توتنهام وتسجيل هدفين في المباراة التي انتهت بالفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل بالدوري الإنجليزي. وتابعت في سياق آخر، بيديس يغادر بي أس جي وينتقل إلى فالنسيا. أما مجلة فرانس فوتبول أصدرت نسختين، الأولى تصدرها حوار مع جوليانجي بافون حارس مرمى باريس سان جيرمان بعنوان أعشق المخاطرة. إلى إيطاليا وصحيفة كير سبورت. روما لا يقهر. سلطت صحيفة كير سبورت الإيطالية الأنظار على التعادل المثير لروما مع أتلانتا بثلاثة أهداف لكل منهما بعدما كان متأخر بثلاثة أهداف لهدف واحد. وعنونت كيرور روما لا يقهر، وشهدت المباراة مشاركة لاعب المنتخب الوطني العراقي علي عدنان أساسيا في المباراة، وحصل على تقييم 7/10 في هذا اللقاء. أيضا في إيطاليا وصحيفة أخرى وهي توتو سبورت. رونالدو انظر إلى الدور الأبطال. أشارت الصحيفة توتو سبورت الإيطالية حول قرعة أبطال أوروبا التي ستقام الخميس المقبل، وعنونت الصحيفة الإيطالية رونالدو انظر إلى دور الأبطال. أشارت يوم الخميس القرعة في مونتي كارلو، وأوضحت الصحيفة رونالدو انطلاقته السيئة في كاليتشيو طبيعية جدا، فاللاعب دائما ما ينفجر بالعشرون من المباراة الأخيرة. أيضا أحبة المشاهدين، مستمرين معكم في مانشيت لهذا اليوم، ونذهب إلى الصحافة الإنجليزية وصحيفة إكسبريس. المزيد من مشاكل لمورينيو. يبدو أن البرتغالي مورينيو المدير الفني لفريق الشياطين الحمر مانشستر يونايتد في طريقه لخسارة منصبه في النادي الإنجليزي، وذلك بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها على ملعبه من توتنهام في الأسبوع الثالث
من الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثية دون مقابل، حيث سلطت صحيفة الإكسبريس عبر غلافها لطبعة اليوم الضوء على هذه الخسارة قائلة: المزيد من المشاكل لمورينهو. جماهير يونايتد تشن حربا هجومية على المدرب البرتغالي بسبب الخسارة للمرة الثانية منذ افتتاح الدوري الإنجليزي، وبسبب كثرة المشاكل التي يسببها المدرب البرتغالي لأعضاء الفريق ومع اللاعبين أيضا. الصحيفة الأخيرة في فقرة منشط هذا اليوم هي من إنجلترا أيضا، وصحيفة ميرور سبورت: المزيد من المآسي. تحدثت صحيفة الميرور الإنجليزية عبر غلافها الرسمي الصادر لطبعة اليوم الثلاثاء عن الهزيمة الكبيرة المذلة التي تلقاها فريق الشياطين الحمر من الفريق اللنداني توتنهام بثلاثة أهداف دون مقابل، قائلة: المزيد من المآسي. يبدو أن إدارة يونايتد في طريقها إلى إقالة المدرب البرتغالي مورينهو، والذي تسبب منذ بداية الموسم في نشر حالة من التوتر داخل النادي، وذلك بسبب تصريحاته السلبية قبل كل مباراة والتي تؤثر دائما على الأداء اللاعبين الفريق بشكل سلبي، خاصة في بداية انطلاق هذا الدوري. إذن أحبتي المشاهدين، هذه عودة مرة أخرى إلى الزملاء أحمد ولارا، وتكملت ما تبقى من صباحكم رياضي.